السلام عليكم ورحمة الله. اليوم راح نتكلم عن تكملة سلسلة الـ CCNA Data Center، وراح أضيف لها شهادة جديدة، يا ما مشهورة جدا، شهادة بيسك جدا يعني مبتدئة، بس راح تفيدنا إن شاء الله بال يعني تطوير معلوماتنا وتطوير أفكارنا بالداتا سنتر. هي كشهادة بشكل عام اسمها شهادة السي سي تي، سيسكو سيرتيفايد ترينر، موجود من عدها تحت الراوتينج والسويتشينج والداتا سنتر والتلبريزنت بالنسبة للفويس والفيديو. بالنسبة للمبتدئين جدا عالم الشبكات، اللي يريد يطب بموضوع الراوتينج والسويتشينج ياخذ فكرة عن الأجهزة، مو شرط انه ياخذ الامتحان، ممكن يطلع عن المعلومات اللي هي بالسي سي تي راوتينج سويتشنج، يعرف ياخذ فكرة عن الاو اس اي موديل، ياخذ عن انواع الراوترات، انواع السويتشات، وعن الاي بي ادريسنج. والمبتدئين بمجال الشبكات ايضا اللي يتخصص بمجال الفويس على طول، ممكن ياخذ فكرة من السي سي تي تيل بريزنس، يكون عنده فكرة عامة عن الفويس، بعد ذلك يبدأ بمرحلة السي سي ان اي فويس. فاحنا موضوعنا مثل ما تكلمت، احنا موضوعنا اللي هو سي سي تي داتا سنتر. فالموضوع هو انا استخدمت هذا التوبكس بالنسبة للتصميم. الفكرة بالوقت الحالي عندي مشروع بناء داتا سنتر جديد للشركة اللي أعمل معاها، فلازم أحضر تدريب منهجي وعملي، تحضير مجموعة من الشباب المتقدمين. الشركات عادة هنا بالصيف تأخذ ناس خريجين جدد بالنسبة يعني من الإعداديات الثانويات أو خريجين معاهد، يحبون يشتغلون مجال الشبكات، فنعمل بوت كامب حتى نجهزهم للعمل بالنسبة للمشروع أو العقد اللي الشركة اللي تاخذه. فنحط لهم فكرة سريعة، فكرة عملية، حتى يكون مبتدئ يبدي ويكون مبتدئ إنه ياخذ المسؤولية على عاتق نفسه، يجهز أموره للعمل. فالفكرة والكتاب يعني وضعته مع فريق اللي يعمل معاه، ألفت لكم كتاب بسيط، فكرة عملية. المواضيع الباقية بالنسبة للموضوع الـ CCNA Data Center هي راح تصير دمج بين الـ CCT وبين الـ CCNA Data Center، حتى نكون احنا نتعرف على الأجهزة وعند كل التفاصيل وعند كل الأنظمة والبروتوكولات اللي نحتاج انه نفهم بيها، نكون معنا داتا سنتر. وبهذا الموضوع نكون احنا ان شاء الله جاهزين موضوع CCNP، حتى نكون جاهزين بقوة ندخل على الـ CCNP ونخلصها يعني بكل سهولة ان شاء الله. قبل لا ابدي بالموضوع، اكو ناس هواي يسألوني على موضوع الديزاين بالنسبه للي معاه سي سي دي اي او يريد يكمل السي سي دي بي، بالنسبه لل يعني للماب او الخريطه للدراسه. اذا انت كنت ماخذ سي سي ام بي راوت سويتش، عندك راوت وسويتش وعندك امتحان تي شوت، فانت اوريدي سي سي ام بي راوتينج اند سويتشينج، كل اللي تحتاجه تاخذ هذا الامتحان، وبهذا انت اصبحت سي سي ان بي راوتينج سويتشينج وعندك شهادة الديزاين، فما يحتاج تعيد على الامتحانات ثلاثتهم. واذكرها مرة ثانية، عندك سي سي ان بي اللي هو راوت سويتش وتي شوت، مجرد تاخذ امتحان الارتش انت اصبحت سي سي دي بي، تكون جاهز انه للي يحب يكمل سي سي دي اي، وهي شهادة محترمة جدا. وشهادة يعني إلها مجالها بسوق العمل، إلها وضعها، إلها رواتب معينة. هذا بالنسبة لل CCDB. نرجع لموضوعنا، مثل ما قلت إنه هي فكرة تنفذت على أرض الواقع. إحنا تقريبا نص الطريق مع المتدربين، يعني يدرسون يحضرون إن شاء الله، حتى يكونوا جاهزين على آخر الشهر للعمل ان شاء الله. فأنا اللي سويته هذا الكتاب، يعني بعد ما بس اسوي له فهرسة اكثر بعد وتوضيح اكثر، انا جهزت بين التفاصيل بين الفصول بين العناوين،
وبين انه تمتحن نفسك بنفسك بنفس الوقت، حتى انت لما تنتقل من جنرال نتوركينج نوليدج وبعدين تدخل على الموضوع الثاني فايبر اوبتيك، فهذا راح يكون لها فلاش كارد اللي هي على وورد او راح اخليها على بي دي اف. يكون هذا فصل مثلا تمتحن بيه نفسك، مع طبعا شامل حتى السيسكو كونكتورز. بهذه الشهادة هي انت مو شرط تاخذ امتحانه، احنا بدنا نحضر للسي سي ان اي داتا سنتر، بس بهذه الشهادة راح نتعرف تفصيليا ان انت تكون جاهز تطلع للداتا سنتر، تعمل انستول ودايجنوز وترابل شوت، تعمل كل ما مطلوب منك انت كتكنيشن ان تنفذ المطلوب منك. بعد ما انت تكون سي سي ان اي راح تصبح انت الشخص اللي نوعا ما تسوي ترابل شوتينج، تسوي دعم فني، بما تكون معك خبرة من خلال هاي السلسلة إن شاء الله نكون احنا متحضرين شهادة سي سي ام بي. أحب أشكر كل من دعمني، وأحب أشكر كل من علق، وكل من وثق كلمة على الجروب. أشكر الجروب نفسه، وإن شاء الله احنا نكون يعني إيد بإيد، يعني نكون بواجهة عربية نفتخر بها بأوروبا وبأمريكا وبكل مكان إن شاء الله. وأنتم شباب جديرين أن تكونون للمستقبل جاهزين إن شاء الله، وترفعون رأسكم في كل مكان بخبرتكم بأفكاركم بذكائكم. فمثل ما ذكرت هذني أول 4 مواضيع، بعد ذلك إحنا هو أصلا من CCNA راح نتكلم عن اليو سي اس، عن اليونيفاي كمبيوتنج سيستم، راح نتطرق للتفاصيل واحدة واحدة. البي عندنا البي سيريز وعندنا السي سيريز، وبتفاصيلها راح تكون اكو صور متوفرة. عندنا راح نتكلم عن البلايت سيرفرز، راح نعرف الكل ال اي دي شو يسوي. بعد ذلك راح ندخل طبعا على مواضيع النكسس اوبريتنج سيستم، وعندك الفايبر اكستندرز، عن الثاوزن في والفيرشواليزيشنز، كل هذه الامور اللي تخص الداتا سنتر. بقية الفصول اللي حضرتها اللي هي سيسكو نكسس 7000، راح نتكلم عن الام دي اس والفاميلي مالتها وتفاصيلها، وين راح يكون مكانها بالراك، وش نحتاجها، وبيا تفاصيل. راح نتعرف على هذه قطع الغيار، مثل ما انت كأنما تجمع كمبيوتر. انت واحدة من وظائفك انه لما تروح تشتري هذا البلايت سيرفر سواء من السي او البي سيريز، انت تكون تعرف البروسيسور، انواعه، الرامات، المذر بورد، انواع الباور سبلاي اللي تحتاجها، كل هذه التفاصيل بالشكل الممل تكون مؤهلتك للعمل بشكل عملي واكاديمي عملي، حتى نقدر نحصل على عمل، تكون مؤهل للمقابلة علميا، اما تكنيكيا، اما يعني قصدي كمقابلة وجه لوجه، هذا موضوع انت تحضر نفسك وشوف الشركة وموقعها شنو تفاصيلها، بشنو تحتاجك انت، شنو البيئة اللي كنت شغال بيها سابقا. راح تنتقل يا بيئة، انت انتقلت من راوتنج سويتشنج اصبحت تريد تصبح داتا سنتر، فأينما ما يكون مكانك انت تكون حاضر المقابلة. عن نفسي انا راح احضرك علميا وعمليا ان شاء الله. هاي التفاصيل هنا وهاي العناوين عبارة عن 62 صفحة. الكتاب سويته مبسط جدا، لأن الناس اللي دا يدربون حاليا هم اللي دا يقرون الكتاب يحضرون نفسهم للامتحان. ف يعني لما تبتدي من هنا ابتداء من نتورك نولج، لا تهمل كلمة، لا تهمل سطر، لا تهمل أي شيء، حتى لو كنت أي كلمة أنت ما تعرف تقرأها، حتى لو كان قراءتك مو قوية، تقدر تاخذ هذه الكلمة مثلا تدخل على جوجل ترانسليتر، خلي إنجليزي وعمل بيست وحاول خلي Common Ethernet Network Components. مثلا على سبيل المثال، عادة يكون مرات الترجمة مو نصية، بس هذا يساعدك انه اذنك تسمع الكلمة صح. بهذه الطريقة انت راح يصبح عندك لغة عمل، انت كأنما موسيقي، عازف عود، عازف كمان، جلست مع احد من المانيا، من روسيا، من اي مكان، من اي لغة ثانية غير لغتك. فانت لما تكون جالس مع هذا الموسيقي وامامك النوطة، لو كانت هذه النوطة لأم كلثوم،
هو من بلد ثاني، من أصول ثانية، وأنت من أصول عربية، أنتوا الاثنين من نفس الآلة راح تعزفون نفس الأغنية، كانت المطرب أم كلثوم، عبد الحليم، أي كائن من يكون، لأن هذه هي أكو لغة عمل اللي هي النوتة الموسيقية. فأنت لما تجلس مع مهندس من أي لغة ثانية، من أي بلد ثاني، مجرد أن أنت تتحاور وياه على الـ OSPF، تحاور وياه عن مشاكل السويتشز، تحاور وياه على أي مشكلة بالنيتورك، فأكو هو كونسبت، أكو مواضيع مشابهة أنه أنت لغويا تقدر تخاطبه، يعني مع بعض أنه المشاكل اللغوية إذا أنت ما كنت متمكن من اللغة، بس راح يكون أكو فكرة أنه أنت تتخاطب وياه لغويا من خلال لغة العمل اللي هي لغة النيتورك. فهذا هو أسلوبك أن تطور نفسك في اللغة الإنجليزية. فأنت لازم تسعى تقرأ، تحاول تخاطب أحد، تحاول حتى لو تترجم أغاني العربية للإنجليزي شوي شوي، هذا راح يطورك باللغة الإنجليزية. والمخاطبة هي سيدة التعليم، يعني أنت لو تعرف أحد يتكلم إنجليزي من الجامعة الأمريكية، أحد عنده هواية بالمجال، حاول تتكلم وياه، تخاطب هالشغلات هذه، تسمع أفلام أجنبية، هذه كل هالأمور تساعدك على أن تطور لغتك. نرجع لموضوعنا، بالنسبة لهنا نحن نتكلم يعني المواضيع البسيطة بالنسبة للمبتدئين جدا، عن أنواع الإثرنت والفاست إثرنت والجيجابت، عن الآن توستد، عن اليو تي بي اللي هو ان توستد بير، ان شيلد توستد بير عفوا كيبل، تفاصيل هنا بالنسبة للكات 1 كاتيجوري 1 كات 2 كات 3، السرعة مالته مثل ما قلت لا تهمل شي. بعد ذلك اعتقد راح يكون موضوع انا بس ارد اوصلكم الفكرة ان انت شلون راح تقرأ الكتاب بهذا الفيديو ان شاء الله. احنا نحاول نشرح ان شاء الله كل التفاصيل فيديو فيديو لغاية ما نكون احنا ناس مهيئين للداتا سنتر. بالنسبة للفايبر اوبتيك، انواعه، تفاصيله، الماتيريال مالته، انه هو كسنجل مود او مالتي مود، يا كيبل هو اللي مالتي مود، اي كيبل يدعم السنجل مود، وهذه التفاصيل. انت ببيئة العمل مثلا حتى لو يكون عندك CCNA داتا سنتر، تفاهم الاجهزة، فاهم ال NDS، فاهم ال Nexus، فاهم كل تفاصيل ال Virtualizations، بس انت ببيئة العمل لازم تعرف لما تكون مع مهندس ثاني قال لك اريد كيبل ST، اريد كيبل SC، اريد كيبل LC، فانت لازم يكون عندك فكرة ان انت منو هذا الكيبل وين راح احتاجه وش اسوي بيه. فهنا انا حطيت مثال بسيط بالصور، استعانيت من بعض المصادر، من الفريق مالتي، من الناس اللي ساعدوني، مشكورين جميعا. هنا هذا انواع الكيبلات. بعد ذلك عندك هنا بالنسبة للماجولات، هذا الماجول اللي هو يتركب عندك على ال على اكو بورتات بالسويتش تركب عليها، اللي هو ال SFP اللي احنا نسميه مصطلح العمل السيب، او الجي باك اللي هو جي بي اي سي جي باك، هذا ماجول اللي هو من عنده تركب عليه الفايبر اوبتيك. بعدين هو يعني كفصل بسيط، بعد ذلك يعني تمتحن نفسك بانواع الكيبلات، هنا تجاوب الاسئله، راح اشوفكم الفلاش كاردز هسه همين شلون راح تتعامل بيها وتقرا هاي الفصول. هنا همين هاي اسئله، وين ال LC بعد ما انت قرات هناك، حتى لو نسيت ارجع اقراها مره ثانيه وطلع وجاوب. هذا كله هو يساعدك انه انت تكون جاهز انه تمتحن نفسك بنفسك، وتكون انت حفظت المادة جهزت نفسك. اشوفك الفلاش كارد بالنسبة لهذا الموضوع هنا. هذا ان شاء الله بس تتفهرس تتكمل ان شاء الله بعد ما نشرح كم فيديو وفر لكم اياها، حتى احنا نبدأ نمتحن مع بعض، نمتحن نفسنا، نشوف احنا وين، ننزل لكم اسئلة على الجروب، امتحنكم باسئلة، حتى لو تروح تغش من الجوجل ما اعرف منين، مجرد ان انت بحثت عرفت هاي المعلومة راح تطبع بدماغك. هنا هو السؤال يقول لك name this fiber optic connector، فانت هنا تقدر تجاوب، تقدر تمسح هذا الجواب وتتجاوب او تكتب الاجابة بورقة وبعدين تشوف اجابتك صح لو لا. فهذا بالنسبة للفصل الفايبر اوبتكس. ملاحظة جدا مهمة، دائما كيبلات الفايبر اوبتيك لازم تنحفظ بشكل دائري، لان هي معمولة من الياف، عفوا زجاجية،
وهذه الألياف الزجاجية يعني ما تتحمل الانضواء، مثل كيبل الار جي 6 اللي مستخدم بالستلايت ويستخدم أيضا بالإنترنت وبالتلفزيونات، فدائما لازم يكون بشكل دائري ما يتحمل الانضواء. هذه أسئلة أيضا تكنيكية، أنت إذا تقرأ بين الأسطور راح تلقى هاي الإجابات أنه تملي بها هاي الفراغات. فهذا بالنسبة للفصل الفايبر أوبتيك، وبالنسبة للفاست إثرنت هنا الأجوبة عن الفاست إثرنت وعن الجيجا بيت إثرنت، وهنا يحكي لك عن الكات 5 كيبل وسرعة الداتا مالته، الإجابة مالته مثلا 100 ميج، هذا موضوع سهل. أما بالنسبة للمتجدد أو عفوا اللي هو جديد بمجال الشبكات، فهي هاي معلومات بدائية إنه راح يستفاد معدها، سواء إنه قراها إنه يستفاد معدها للراوتينج سويتشينج أو هو اللي يكمل داتا سنتر. نرجع لموضوعنا هنا، أنا بالنسبة للداتا سنتر، احنا بالـ CCNA داتا سنتر يعني لو راح نكمل التفاصيل بشكل عام راح تكون السلسلة مملة. احنا لازم نسوي طريقة جديدة، اسلوب خاطب بها عقل الدارس. فانت لما تكون قدامك هذه الاساليب واضحة بالصور، هذا ليش موجود هنا، هذا شنو نوعيته، الشاسي وين يفيدك، شنو معنى هاف وث اللي هو نص هذا الشاسي لانه ياخذ 2 مرات، واحد برايمري واحد باك اب، تفاصيلهم موديلاتهم. فانت لما تنسأل بمقابلة تكون انت جاهز للاجابة عن هاي الاجهزة. بالنسبة لليو سي اس، النكسس، الام دي اس، كل هاي الاجهزة راح اتعرف عليها بشكل تفصيلي، مثل ما هنا هاي الامور التفصيلية انه راح يستخدم يا بروسيسور من يا نوعية الرامات، ايش قد الليمتد مالته، اذا هو هاف وث اللي هو نص الحجم يعني نص الشاسي. ومثل ما ذكرت هنا لما راح ندخل على الفلاش كارد، يعني وانا يعني بالعكس هنا أنا راح تمتحن نفسك، انت مجرد انه قرأت الفصل، خلي مثلا ثاني يوم تدرس هذا الفصل، راح تشوف نفسك ان انت عندك، يقول لك سمي name this Cisco UCS server، فهو إجابته إنه هذا وينتمي لهذه العائلة، أو ما هو البي سيريز شاسي مودل. فهنا أنا راح تسمي هاي الإجابات كلها تجيبها من الكتاب اللي هو المختصر، يعني خلينا نقول عليه كويك ريفرنس، يكون جاهز إن أنت تجاوبي على الأسئلة اللي أنت راح تقرأها. بعد ذلك انت عندك هاي المواضيع، هي تسلسل مشروحة بالتفصيل بخط واضح. اخذت وقت، هي سبب فترة غيابي عنكم، فانت تقرأ هاي التفاصيل كلها، تفهم جهاز جهاز، كأنما انت رايح، اللي بالعراق يروح الشارع الصناعة، اللي بمصر يروح السوق العصر، يحب يجهز حاسبة، يريد يشتري مادر بورد مثلا MSI، جيجا بايت، ايسز اللي احنا بالعربي نقول عليها اسوس، يا كيس يحتاجها، يا باور سبلاي، نوعية الرامات، ان هاي المذر بورد مثلا بلت ان مثلا في جي اي وساوند، او يحتاج لها اكستندد جرافيك كارد، هاي المعلومات البسيطة. فهي هذا مثل مشابه لها عملية الهاردوير بس بأجهزة الداتا سنتر، اللي هي الأجهزة اللي هي تتعامل بسرعة عالية جدا، راح نكون يعني يكون انت عندك تفاصيل عنها. فهذا كل السلسلة، كل سلسلة وأجوبتها هنا لتفاصيلها، وعندك أسئلتها هناك راح تكون موجودة. فالكتاب يعني راح يكون موجود بشكل مجاني، راح يتوفر لكم كلكم إن شاء الله، وما راح يكون يعني مستغل من أي جهة أو من أي منظمة أو من أي شخص. مثل ما أنا سويته هنا للناس الموجودين، أنتوا تستحقوها أولاً. فعندك هو كل فلاش كارد راح يدرسك تفاصيل. هنا أنا بعدين تدخل على الأسئلة اللي هي شبه نظرية، تقرأ سؤال سؤال وموجودة الأجوبة مالته. فأنت هذا موضوع سهل وبسيط، وما عندك كل مشكلة بيه إن شاء الله، ما يحتاج غير سعيكم ويحتاج جهدكم، وأنا راح أكون إن شاء الله موجود بخدمتكم، وأوفر لكم إن شاء الله كل ما تحتاجوه بالداتا سنتر، دعمكم، كومنتاتكم، أي شيء تكتبوا لي، سواء إنه هو يعني زين مو زين، تنقدوني أو تشجعوني، يعني ما عندي مشكلة، أحب أسمع، وما أحب أي واحد يعني يفهم يعني سوء فهمي، أنا موجود يعني لخدمتكم في سبيل الله، ومشاركة يعني كل ما أملك من خبرة وياكم إن شاء الله.
أشكركم جميعا، وأشكر الجروب، وأشكر كل شخص علق لي، وأشكر كل شخص دعمني. وإن شاء الله أكون عند حسن ظنكم.